السلام عليكم وأهلا بكم. بنبدأ مع بعض حل كتاب A Week is Enough، أسبوع كاف. هنا الكتاب ده فيه مجموعة من الأيام، كل يوم بيتناول مجموعة من الأسئلة ومجموعة من التدريبات ثم امتحانات المحافظات. كتاب مهم جدا بيساعدني أراجع المنهج بالكامل. هنبدأ إن شاء الله كتاب A Week is Enough، سنة أولى إعدادي، الترم الأول 2024. حاولنا نبدأ الكتاب على قد ما نقدر بدري عشان يساعدكم في مراجعة المنهج بصورة سريعة إن شاء الله، وهننزل مجموعة من المراجعات. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ونبدأ مع بعض. A week is enough. Page 4، صفحة رقم 4، ودي تعتبر أول صفحة في الأسئلة. Part 1، الجزء الأول. Day 1، اليوم الأول. Listening، Language Functions and Reading Comprehension، استماع ووظائف لغوية وقراءة Comprehension قطعة. بالنسبة للاستماع، هنا بيدربني على نصوص الاستماع. بيقول لي الطالب بيستمع لحوالي 25 كلمة من الموضوعات المهمة في الكتاب المدرسي، وبعد الاستماع بيبقى في مجموعة من الأسئلة الطالب بيحلها، اختيارات من متعددة، 4 نقط. هنا جايب لي نموذجين. طب يا مستر، لو انا ضعيف في نص الاستماع او بكون متوتر، يفضل تقرا الاول الاسئله والاختيارات. فلما يجي المستر يقول لك نص الاستماع، تبدا تحل وانت عندك فكره عن الاسئله بتقول ايه. احنا نسمع ونختار على طول، ركزوا معايا. حبيبه مرزوق is a gymnast. She is 18. In the evenings, she trains for 5 or 6 hours. 4, 5 or 6 hours. She wants to go to the Olympics. سمعنا النص وكان سهل جدا. بيقول لي ما هي حبيبة مرزوق؟ جيمنست. عندها كم سنة؟ 18، 18. قد ايه بتتدرب؟ قال لي من 5 ل6 ساعات، وهنا مش جايب لي غير 6، ل10 لا، ل7 لا، ل8 لا، يبقى لمده 6 ساعات. بقى كده عايزه تروح ايه؟ زي اولمبيكس، الاولمبياد. ده بالنسبه لنموذج الاستماع الاول. طب نموذج الاستماع الثاني، نسمع ونحل. محمد صلاح is my favorite sports star. He plays football. He is very good at scoring goals. He is a fast runner. يبقى المحادثة التانية أو نص الاستماع التاني بيتكلم عن محمد صلاح، وده طبعا سهل جدا وبسيط، خدناه قبل كده. فعندنا أفكار ليه. محمد صلاح نجم رياضي، بيلعب كرة قدم، جيد في إحراز الأهداف، هو عداء سريع جدا، هو بيجري بسرعة جدا. بيج 7، صفحة رقم 7، وتمرين على ايه؟ على المحادثة. ناس كتير عندها مشكلة في المحادثة، لكن ان شاء الله هيبقى الموضوع سهل وبسيط، وهنتدرب على المحادثة بالتفصيل على الوايت بورد. بس نحل الاول بس A week is enough. النموذج الاول، الاول سوها is asking رانيا about her school day. سوها بتسأل رانيا عن يومها المدرسي. سوها بتقول how do you go to school، كيف تذهب الى المدرسة. لازم اقراها الاول وافهم الفكرة. رانيا قالت لها إجابة، قالت لها why do you walk to school، ليه بتمشي المدرسة. قالت لها إجابة كده، عرفت إن هي بتروح للمدرسة ماشية، أكيد عشان قريبة. what's your favorite subject، إيه مادتك المفضلة. قالت لها إجابة، قالت لها سؤال، قالت لها because I like maps، أنا بحب الخرائط. and it tells me a lot about different countries، وبتقول لي عن الدول المختلفة، أكيد بتحب الدراسات الاجتماعية. يبقى جملة I study geography 3 times a week، أنا بدرس الجغرافيا، وهي بتحب الجغرافيا، هي كمان محددة كمان الجغرافيا، مش الجغرافيا والتاريخ اللي هو الدراسة، أنا بدرسها 3 مرات في الأسبوع. نبدأ نحل. How do you go to school؟ هقول on foot، أو I go to school on foot، سيرا على الأقدام، دي بتساوي walk يمشي، وممكن أقول I walk to school. إزاي بتروح مثلا؟ أقول لها I walk to school، دي صح. وممكن أقول إيه؟ I walk to school، دي بتساوي دي. قالت لها why do you walk to school، ليه بتمشي للمدرسة؟ هقول because
it is near لأنها قريبة. عايز تكمل to my house مفيش مشكلة. What's your favorite subject؟ ايه مادتك المفضلة؟ طبعا هو قال في الاخر جيوغرافي، يبقى my favorite subject مادتي المفضلة is geography، هي الجغرافيا. سؤال اجابته because، يبقى why. واي لوحديها تنفع؟ اه لماذا؟ لان، او ممكن اقول why do you like geography، ليه بتحبي الجغرافيا، او why بس، why بس تمام. قالت لي because I like maps، انا بحب الخرائط. and it tells me، بتقولي a lot about different countries، الكثير عن ايه؟ الدول المختلفة. ثم عايز جملة هنا مش عايز سؤال. قال له I study geography، انا بدرس الجغرافيا. three times a week، ثلاث مرات في الأسبوع. لو كان سؤال كنت قلت how often do you study geography، يعني كم مرة بتدرسي فيها الجغرافيا، بس هنا جايب لي في صورة ايه؟ جملة عادية. فممكن أقول I want to know، أريد أن أعرف how often you study geography، كم مرة أنت بتدرسي فيها الجغرافيا. هنا جبنا في صورة جملة. طب لو دي كانت سؤال زي ما قلنا يبقى how often do you study geography، لكن في الجملة قلت I want to know، أريد أن أعرف، ثم how often، ثم الفعل، ثم الفعل عادي، بقت جملة عادية. I want to know how often، كم مرة you study geography. السؤال الثاني أو النموذج الثاني للمحادثة، أشرف is telling أيمن، أشرف بيقول لأيمن about his favorite sports star، عن نجمه الرياضي المفضل. أيمن بيقول who is your favorite sports star، مين نجمك المفضل؟ قال له إجابة أحل على طول، لأ لازم أقرأ وأفهم المحادثة. why do you like him، ليه بتحبه؟ قال له إجابة. قال له سؤال، قال له he plays for Liverpool، من غير ما أكمل مين يا ترى؟ يبقى محمد صلاح. يبقى my favorite sports star، نجم الرياضي المفضل is مثلا مو صلاح او محمد صلاح، الاثنين واحد. why do you like him، ليه بتحبه؟ اقول because he is kind، لانه طيب. and helpful، ومساعد او ومعين للناس. او ممكن اقول because he gives money to poor people، بيدي الفقراء، او donates money، بيتبرع للفقراء بالماني بالفلوس. يبقى because he is kind and helpful دي اسهل. سؤال اجابته he plays for Liverpool، يبقى بيلعب فين؟ which team، انه فريق does he play for، بيلعب له، بيلعب لليفربول. قال له سؤال اجابته he is good at scoring goals، هو جيد في احراز الاهداف. يبقى what is he good at، هو جيد في ايه؟ في احراز الاهداف. how does he help people، ازاي هو بيساعد الناس؟ يبقى he gives people او poor people، بيدي الفقراء او بيتبرع للفقراء بماني بفلوس، طبعا الناس محتاجة. النموذج الثالث للمحادثة، تامر تيلز نادر، يخبر تامر نادر about his last holiday in Alexandria، عن اخر زيارة له في مدينة الاسكندرية. نادر بيقول ايه؟ where did you go on holiday last year، رحت فين الاجازة اللي فاتت؟ يبقى اول I went to Alexandria. يبقى لازم اقرأ عنوان المحادثة او فكرتها قبل ما احل. I went to Alexandria، ذهبت إلى مدينة الإسكندرية. سؤال إجابته I stayed in my uncle's flat، أنا قعدت في شقة عمه. يبقى where did you stay، أين أقمت؟ سؤال إجابته I traveled by train، يبقى how did you travel there، كيف سافرت إلى هناك؟ لاحظ ديد عشان الإجابة فيها فعل ماضي، أحط ديد كفعل مساعد وأي تحول ليو.
وترافل ترجع لأصلها. How did you travel there؟ كيف سافرت إلى هناك؟ بالقطر. Did you swim in the sea؟ هل عمت في البحر؟ أقول له yes I did مثلا، نعم. طب لو no تبقى no I didn't. What did you eat there؟ ماذا أكلت هناك؟ I ate fish and rice. مدينة ساحلية فأكلت سمك وإيه؟ ورز. اللي بيجي بيحاول يدوق السمك الطازة ورز. I ate fish and rice. ده بالنسبة لنماذج المحادثة. Page 8 صفحة 8 في قطع عليها أسئلة، هنقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. Read the following يعني اقرأ الآتي، then answer the questions ثم أجب عن الأسئلة. Alice's Adventures in Wonderland مغامرات أليس في بلاد العجائب is a famous children's story قصة أطفال مشهورة. Alice's Adventures مغامرات أليس begins بتبدأ when she goes to Wonderland لما تروح لأرض العجائب. Alice thinks that تعتقد أليس Wonderland is interesting إن Wonderland شيقة but it is a strange place ولكنها مكان غريب. She is a sensible girl بنت عاقلة حكيمة but she doesn't understand Wonderland بس هي ما فهمتش Wonderland صراحة. Alice is also brave هي شجاعة and clever وماهرة. ما دام حطيتلي تحت بريف شجاع هيسألني في معناها، هيسألني في عكسها، هيسألني فيها. She meets a lot of interesting characters تقابل الكثير من الشخصيات الشيقة. Alice often sees ترى أليس غالبا the white rabbit الأرنب الأبيض. The white rabbit is very busy مشغول جدا and he is usually very late هو عادة متأخر جدا. لاحظ إن هو بيعامله هنا الحيوانات كأشخاص هي وشي عادي مفيش مشكلة في القصص بيعاملوا الحيوانات كأشخاص. He always runs fast دايما بيجري بسرعة. The Cheshire cat القطة تشيشر is a funny animal حيوان مضحك. He has got a big smile هو لديه ابتسامة كبيرة and he is very friendly ودود جدا. He tells Alice بيخبر Alice about Wonderland عن Wonderland and helps her وبيساعدها to find different places تجد أماكن مختلفة and characters وشخصيات مختلفة. The Queen of Hearts ملكة القلوب is not very nice ليست لطيفة جدا. She is a scary person شخص مخيف. She is always angry دايما غاضبة and she shouts at people وتزعق في الناس. Alice is brave Alice شجاعة so she is not frightened of her مش خايفة منها. Her دي عايدة عليها يسألني فيها. The Queen of Hearts at the end of the story في نهاية القصة all the characters كل الشخصيات help Alice بيساعدوا Alice so لذلك she can go home again بتقدر ترجع البيت مرة تانية أو تعود للوطن بتاعها بمعنى أصح مرة تانية. أسئلة القطع going to Wonderland الذهاب إلى Wonderland tells us بيقول لنا that Alice is in Alice أكيد clever and brave شجاعة وماهرة. The underline word brave brave is the opposite of إيه عكس brave؟ brave شجاع يبقى cowardly strong قوي لأ funny مضحك لأ angry غاضب لأ الشجاعة والجبن. When someone is funny لما شخص يكون مضحك he أو she has a big smile لديه ابتسامة كبيرة. النوع التاني من الأسئلة على القطع answer أجب. What is the best title for the passage؟ إيه أفضل عنوان للقطعة؟ هقول Alice's Adventures مغامرات Alice in Wonderland. السؤال الثاني What does the underline pronoun here refer to؟ here بتشير إلى إيه؟ أقول the queen of hearts. Why do you think the Cheshire cat is helpful؟ ليه بتعتقد Cheshire cat مفيدة؟ طبعا هي Cheshire cat هو ليه مفيد؟ طبعا هو قال لأليس عن Wonderland وساعدها تجد أماكن مختلفة وأشخاص مختلفة أقول because he tells Alice about Wonderland and
هيل بي سير تو فايند ديفرنت بليسز اند كاركترز. ده بالنسبة لسؤال المحادثة، وبكده يبقى خلصنا اليوم الأول من أيام المراجعة، ونبدأ اليوم الثاني والثالث days 2 and 3. أسئلة على الفوكابلري، على الكلمات، language اللغة، writing الكتابة، accumulative tests واختبارات تراكمية. يبقى نقرأ الكلمات ونحفظها وبعد كده نحل، وإن شاء الله ننزل مراجعة كاملة على الجرامر وعلى الكلمات. ونحله دلوقتي page 9 صفحة 9. هنا كلمات على كل وحدة unit 1 و unit 2، نخلصوها واحدة واحدة. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. she never takes money، هي عمرها ما بتاخد مال. she does، هتبقى voluntary work، بتعمل عمل تطوعي. he has no parents، هو ما عندوش لا أب ولا أم. he is an orphan، هو يتيم. a knot is a group of people، مجموعة من الناس. who play music together، بيعزفوا الموسيقى معا، يبقى band، فرقة موسيقية. male is the opposite of عكس male، في male، ذكر عكسها أنثى. her dream، حلمها is to go to the Olympics، تروح للأولمبيات. she is، هي مادام هي عايزة تروح للأولمبيات يبقى she is a gymnast. أورفان يتيم، لأ. partner شريك أو زميل، لأ. athletics ألعاب القوى، لأ. page 10 صفحة 10 وأسئلة كلمات على unit 2. some children، بعض الأطفال. in Uganda usually cross the river، بيعبروا النهر. in a canoe، في قارب صغير. train، قطر، لا. تاكسي، لا طبعا. باص، اتوبيس، لا. some children in Egypt، بعض الاطفال في مصر. not to school، يبقى cycle، يعني بيركبوا الدراجة او بيركبوا الدراجة للمدرسة. look at the not to know our lesson today، look at the timetable، بص الجدول المعيد عشان تعرف حصصنا اليوم. I have a small pencil، not to keep my pencil، يبقى pencil case بمعنى مقلمة، عندي مقلمة صغيرة عشان أحافظ على قلمتي فيها. we can use a comma، نستخدم الكوما. to not items in a list، to separate، عشان نفصل الكلمات اللي في قائمة أو الأشياء اللي في قائمة. separate يعني يفصل. page 11 صفحة 11 واختيارات على unit 3. my hair شعري is not، it is not straight، مادام هو مش straight يبقى curly، هو مجعد مش مستقيم. I am a not of محمد صلاح، I am a fan، أنا مشجع لمحمد صلاح. because she cannot walk، عشان هي ما بتقدرش تمشي. she uses a wheelchair، بتستخدم كرسي بعجل. I don't like this film، أنا ما بحبش هذا الفيلم، يبقى it's scary، مخيف. دي الوحيدة السلبية. clever، شاطر. sensible، عاقل. فاني، مضحك، لا طبعا. my favorite not in this story is Alice، يبقى my favorite character، شخصيتي المفضلة في القصة هي أليس. ثم جيب لي اختيارات على unit 4. my friend، صديقي. sent me a not message، على طول a text message، رسالة نصية، yesterday، امبارح. I watch football matches، أنا اتفرجت على مباراة كرة قدم. on an internet website، على موقع على الإنترنت. click on the icon، اضغط على ايكون. on your laptop، مفيش غيرها. بنسل، قلم رصاص، بين قلم جاف. call، يتصل او مكالمة. an is a photo of yourself، صورة لنفسك. normally on a mobile phone، يبقى سيلفي، صورة السيلفي، صورة لنفسي بالموبايل فون. page 12 صفحة 12 a blog، ايه هو البلوج؟ is an online diary، المدونة، زي يوميات على الانترنت. so he isn't making a note but، ولكن she is talking to a friend، يبقى سوا مش بتعمل ايه؟ a video call، مكالمة فيديو، ولكنها بتكلم ايه؟ بتكلم صداقتها. so he isn't making a video call، so he isn't making a video call، طبعا فوتو لا، سيلفي لا، مسج لا، هي مش بتجري مكالمة ايه؟ هاتفية، مكالمة فيديو. والاختيارات بتاعت unit 5 children، الأطفال. like to build نقط on the beach، يبقى sand castles، بيحبوا يبنوا قلاع من الرمال على الشاطئ. in the نقط، we slept in a tent، نمنا في خيمة. last summer، يبقى desert، في الصحراء نمنا في خيمة. a نقط is some thing،
يو باي تو ريمبر اول داي، بتشتريه عشان يفكرك باجازه، يبقى سوفينير هديه تذكاريه. ان فرانس في فرنسا ايتنج نوت از فيري بوبولار، اكل ايه محبوب؟ سنيلز القواقع، محبوب جدا منتشر جدا. انوات از ا لارج هول انسايد ا ماونتين، فتحه كبيره جوه جبل، يبقى كيف. كيف هنا بمعنى كهف. بيج 13 صفحه 13 واسئله كلمات على الوحده السادسه. نقط ارنت هيلثي بيكوز ذي هاف فاتس، اكيد الكريسبس المقرمشات زي الشيبسي مش صحيه عشان فيها دهون. اتس جود تو بوت نقط اوف سينامون اون فود، جاي تحط معلقه قرفه على الطعام، يبقى تيسبون، تيسبون معلقه صغيره زي معلقه شاي على الطعام. انوت از ا بيرسون شخص، هو سيرفيس فود بيقدم الطعام اند درينكس والمشروبات ان ريستورانت، يبقى ويتر، ويتر يعني جرسون. دونت نوت تو ماتش شوجر ات ازنت هيلثي، دونت اد ما تزودش سكر كتير ده غير صحي. ذا مين نوت اوف سلاد ار توميتوز كيوكمبرز اند اونيونز، ذا مين انجريدينتس المكونات الرئيسية للسلطة هي الطماطم والخيار والبصل. وبعد ما خلصنا أسئلة الكلمات في اليوم التاني والتالت هناخد أسئلة الجرامر برضو في اليوم التاني والتالت، كل يونت عليه أسئلة جرامر بسيطة جدا، راجعوا الجرامر وحلوا معايا الأسئلة، وما تنسوش هننزله إن شاء الله الجرامر بالتفصيل. صفحة أو بيج 15 صفحة 15. read and correct اقرأ وصح. it is not your watch هي ليست ساعتك، يبقى it is mine ملكي، عايز ضمير ملكية. they are happy هم سعداء، يبقى طفلهم عايز صفة ملكية، يبقى زير. زير بيجي وراها اسم، لكن زيرز ما بيجيش وراها اسم، زير صفة ملكية. that is her new room حجرتها الجديدة. take your mobile خد موبايلك، it is yours ملكك، هنا عايز ضمير ملكية عشان ما فيش اسم. طبعا هتلاقوا شرح صفات الملكية وضمائر الملكية بالتفصيل في قائمة التشغيل المعاصر، وفي كمان كورس تأسيس الجرامر منزل شرح كل الضمائر وأهم الأزمنة، موجودة عندكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بيج 16 أسئلة على الوحدة الثانية. I eat never unhealthy food، لا I never eat. ظرف التكرار بيأتي قبل الفعل الأصلي، eat ده فعل أصلي. The boy name is yet the boys في الناس الملكية، اسم الولد زياد. We ever speak English during English lessons، طبعا always احنا دايما بنتكلم انجليزي اثناء حصة اللغة الانجليزية. Whose bag is this من ملك او ملك من؟ هذه الشنطة it is Nada's في الناس الملكية، يعني ملك ندى، ملك ندى. بيج 17 صفحة 17 واسئلة جرامر على الوحدة الثالثة. We have got any bread، هنا any في النفي تبقى we haven't، ما عندناش اي من الخبز. has حلم جوت كار يبقى no he hasn't، ما دام السؤال فيه has. I have get لا I have got. has you got a villa يبقى have. has او have تصريف تاد he او she او it has I we و they have. بيج 18 صفحة 18 واسئلة جرامر على الوحدة الرابعة. what have the students doing، هنا doing فعل في ING يبقى دي مضارع مستمر، يبقى what are the students doing. who is call لا هتبقى calling برضو مضارع مستمر verb to be وال ING، من بيتصل علي. there are any mobile phones ولا there aren't، ليه aren't يا مستر عشان في any. are there any bottles لا are there، هل يوجد لكن دي زير بمعنى ملكهم، زير بن مثلا قلمهم، زير بوك كتابهم، لكن دي زير بمعنى يوجد، يبقى نخلي بالنا بين الاثنين. ونحل اسئله جرامر على الوحده الخامسه. بيج 19 صفحه 19. My uncle go to the market yesterday تبقى went ماضي went عشان في yesterday. Are you ready for the exam yesterday؟ طبعا yesterday ده ماضي، فالماضي من are where. When I was five برضه هنا ماضي، يبقى I didn't، وانا عندي 5 سنين ما كانش عندي ساعة. Did you wear؟ لا did you wear. هل ارتديت your new jacket yesterday؟ الجاكيت الجديد بتاعك امبارح. Page 20 واسئلة جرامر على الوحدة الستة. No there aren't some loaves، لا مع النفي any. some في الإثبات والعرض والطلب. cheese are الجبنة مفرد ولا جمع؟ مفرد طبعا is.
الكميات مفرد. There aren't any canals. طب ما دي جمع، تبقى there isn't، هتبقى there aren't، هتبقى there ايه aren't. Can I have any water please؟ هتبقى can I have some water. ليه some يا مستر؟ عشان ده طلب. ما هي some في الإثبات والعرض والطلب، وده واحد بيطلب شوية مية. Can I have some water please؟ وكده يبقى خلصنا أسئلة الجرامر في اليوم التاني والتالت، وناخد الاختبارات التراكمية في اليوم التاني والتالت. Page 23، صفحة 23، والاختبار الأول من الاختبارات التراكمية على الوحدة الأولى والتانية. السؤال الأول listen and choose the correct answer from A, B, C or D. استمع واختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. حلمز favorite subject is history but he isn't good at drawing. His favorite sport is swimming. He goes swimming twice a week. Twice a week. يبقى نسمع ونختار. مادته المفضلة التاريخ. هو حلم ليس جيد في الرسم، هو بيحب السباحة وبيسبح مرتين في الأسبوع. السؤال الثاني المحادثة. علي تيلز مروة، يخبر علي مروة about his use of mobile phone، عن استخدامه للموبايل فون. مروة بتقول له what are you doing، ماذا تفعل؟ قال لها إجابة، قالت له why are you using your mobile، ليه بتستخدم موبايلك؟ يبقى I am، are you تحول I am، using my mobile، يعني بفهم الفكرة وحل بستخدم موبايل. ليه؟ علي قال لها إجابة، قالت له سؤال، قال لها yes I'll send you one of my photos، يعني أنا سوف أرسل لك واحد من صوري. يبقى ممكن أقول هنا ليه بتستخدم موبايل؟ to take، عشان أخد a selfie مثلا، أو to take photos، ألتقط صور. سؤالي جابته yes I'll send you one of my photos، يبقى هنا أشيل yes تبقى will you send، هل أنت سوف ترسل مي ليا one of your photos، إحدى صورك. علي قال لها أيوة هبعت لك واحدة من صوري. Do you watch videos on your mobile؟ Yes I do. هل بتتفرج على فيديوهات؟ أيوة. سؤال إجابته I like to watch محمد صلاح في football matches of course. يبقى what do you like to watch؟ ماذا تحب أن تشاهد؟ What do you like to watch on your mobile مثلا، على موبايلك. قال لها بحب أتفرج على مباراة محمد صلاح بالطبع. السؤال الثالث قطع عليها أسئلة، نرى القطع ونترجموها ونحل الأسئلة. I am ندى، اسمي ندى. I am from Hargada، أنا من مدينة الغردقة. By the Red Sea، بجوار البحر الأحمر. I am in preparatory one، أنا أولى إعدادي، في سنة أولى إعدادي. At school، في المدرسة. My favorite subject، موادي المفضلة. Are science and home economics، العلوم والاقتصاد المنزلي. We have science and maths، يبقى عندنا علوم وحساب. In the first lesson، الحصة الأولى. Every day، كل يوم. But we only have home، ولكن احنا عندنا home economics، الاقتصاد المنزلي. On Tuesday، يوم الثلاثاء. نكمل القطع صفحة 24. I always do my homework، دايما بعمل واجبي. Before I have dinner، قبل ما اتعشى. I انا، عايد على مين؟ على ندى. I انا. I usually have a shower، انا باخد دش عند سيرف، وبدخل the internet على النت on my mobile phone، على تليفوني. I sleep at 10 p.m. بنام الساعة 10 مساء. p.m. يعني مساء. أسئلة القطعة. The underlying word surf. Surf هنا بمعنى إيه؟ بمعنى go the internet، يذهب للدخول على الإنترنت. هرجادة is by the Red Sea، هرجادة بجوار البحر الأحمر. Home economics، الاقتصاد المنزلي. Is a school subject، مادة مدرسية أو مادة دراسية. النوع الثاني من الأسئلة على القطع أجيبة. What is the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية للقطعة؟ احنا اتكلمنا عن ندى
سنة كام، عايشة فين، عندها ايه في المدرسة، بتعمل ايه، يعني اتكلمنا عموما على ندى's لايف، حياة ندى. عايز تقول ندى's سكول لايف، حياة ندى المدرسية، مفيش مشكلة، دي صح ودي صح. أي فكرة تشمل القطعة. What does the underlying pronoun I refer to؟ أنا، لما كانت ندى بتتكلم عن نفسها. Do you think، هل تعتقد ندى is a hard working student، يعني طالبة مجتهدة؟ هقول yes. I think so، أعتقد ذلك. ليه؟ Because she always، هي دايما مثلا، does her homework، بتعمل واجبها، before she has dinner، نحاول بس الضمائر، قبل ما تتعشى. السؤال الرابع، تشوز، سؤال اختياري. My not is my father or mother's sister، أخت أبويا أو أخت أمي، يبقى أنت عمتي أو خالتي، أنكل عم، لأ دوتر ابن، لأ صاب ابن، لأ. Not are your parents، والديك الأب والأم، اللي هو mom and dad أو mother and father. The boys are going to the cinema، الولاد هيروحوا السينما مع أمهم، يبقى زير، ما دي أصلها كانت زي، مع أمهم تبقى إيه، زير mother، أمهم صفات ملكية. The baby girl، الطفلة الرضيع، is playing، بتلعب معي، مع ألعابها، with her toys، صفات ملكية، أو with her toy، مع لعبتها. My father، أبي، not work by car، always goes، الوحيدة اللي تنفع اللي هي مستر، عشان my father لازم الفعل يكون فيه إضافات، ده ما ينفعش وده ما ينفعش. my father يعني ايه؟ يعني لازم اس او يس، my father الفعل بيجي مع زياده. طيب always goes، طب ليه مش goes always؟ عشان ظرف التكرار ياتي قبل الفعل الاصلي. swimming is my not hobby، my favorite hobby، السباحه هوايتي المفضله. some pupils، بعض التلاميذ، study not to make some shows، عشان تعمل عروض، يبقى دراما. طبعا social studies، الدراسات الاجتماعيه، لا كمبيوتر ستادز، الحاسب الآلي، لا ساينس، العلوم، لا، يبقى دراما to make some shows، عشان تعمل بعض العروض. page 25، وباقي الامتحان التراكم الأول. Mona has not hair، it is not straight، يبقى curly، مجعد مش مستقيم. محمد صلاح is an Egyptian not star، أكيد sports star، لاعب رياضي مصري. he is very famous، هو مشهور جدا. may helps in a children's hospital، مي بتساعد في مستشفى للأطفال for free، بالمجان. she likes، يبقى voluntary work، يعني هي بتحب العمل التطوعي. السؤال الخامس، صحح الصياغة. we buy our new clothes 2 days ago، أو ده ماضي بسيط، تبقى bought، اشترينا. who pencil is this، it's mine، يبقى whose pencil، ملك من هذا القلم، ملكي. he is strong، هو قوي. he can't lift these heavy bags، لا طبعا هو لا يستطيع ان يحمل الشنط الثقيله، ولا كان، he can. do you got a mobile phone، لا طبعا. do بيجي بعد الفعل مصدر، يبقى have you got، have you got. السؤال السادس، الباراجراف، السؤال الوحيد اللي هنأجله، بس الباراجراف هناخده في فيديو منفصل، شرح الباراجراف، طريقه تكوين الجمل من الكلمات، قواعد كتابة الباراجراف، كل حاجة هناخدوها بالتفصيل، هنحله إن شاء الله الكتاب مع سؤال الباراجراف في فيديو منفصل. الامتحان التراكمي الثاني على الوحدة 4 و5 و6. السؤال الأول زي ما اتعودنا، listen and choose the correct answer، استمع واختار الإجابة الصحيحة. نسمع ونختار. my brother is looking at websites for information about 3D printers. My mom and sister Nada are taking selfies. They are sending one of the photos to my grandmother. My dad is sending an email to my uncle Osama. يبقى أسامة your uncle. يبقى احنا بنسمع ونحل. طب لو الموضوع صعب، نقرا الاول الاسئله والاختيارات، وبعد كده يجي في المستر يقول لنا نص الاستماع، اكون عارف الاسئله بتدور حوالين ايه، فيسهل لي الاجابه.
بيج 26 صفحة 26 محادثة. سمر is asking آية about her school day. سمر بتسأل آية عن يومها المدرسي. سمر بتقول how do you get to school؟ كيف تصل إلى المدرسة؟ قالت لها إجابة. قالت لها نقط does it take a long time؟ قالت لها it takes a long time، بتاخد وقت طويل. because the roads are busy، لأن الطرق مزدحمة. what do you do at break؟ بتعمل إيه في الفسحة؟ قالت لها إجابة do you have PE lessons؟ هل عندك حصص ألعاب أو تربية بدنية؟ قالت لها إجابة. قالت لها سؤال، قالت لها I play sport twice a week، بلعب الألعاب الرياضية مرتين في الأسبوع. يبقى نرجع بقى، How do you get to school؟ هقول I get to school مثلا by bus، بذهب إلى المدرسة by bus. هنا سؤال إجابته بياخد وقت، لأن يبقى why، ليه؟ ليه بتاخدي why does it take a long time؟ ليه بياخد وقت طويل؟ عشان الطرق مزدحمة، ما ينفعش هنا تمشي، لا دي لازم تركب مثلا أتوبيس أو حاجة، عشان الطرق مزدحمة. what do you do at break؟ بتعمل ايه في الفسحة؟ أقول I have breakfast، بفطر at break في الفسحة. do you have PE lessons؟ أقول لها yes I do، أيوة عندي حصص تربية بدنية. كم مرة بتلعبي فيها سبورت؟ يبقى how often، ما دام الإجابة twice a week يبقى how often، كم مرة؟ do you play sport؟ السؤال الثالث قطع. everyone loves snacks، كل واحد بيحب الوجبات الخفيفة. but some snacks، ولكن بعض الوجبات الخفيفة are bad for us، سيئة لينا. it is okay to eat crisps، تمام لو انت اكلت مقرمشات and cakes وكيكة sometimes احيانا. but you should not eat too many of them، لا ينبغي أن تأكل الكثير منهم. crisps have a lot of fat and salt، المقرمشات فيها الكثير من إيه؟ الدهون والأملاح. cakes biscuits and chocolate have a lot of fat and sugar، فيها سكريات. fruit is a great snack، الفاكهة وجبة رائعة. إيه عايدة على الفاكهة؟ هيسألني فيها عايدة على إيه يا ترى؟ على الفاكهة. it is very good for us، جيدة لنا. and most people، ومعظم الناس like the sweet taste، بيحب المذاق الحلو. beans and vegetables، الفول والخضروات do not have much sugar، ما فيهاش سكر كتير or fat أو دهون. they are very good for us، مناسبين لينا. so we should eat a lot of them، ينبغي أن نأكل الكثير منهم. snacks، الوجبات الخفيفة like hummus with carrot، الحمص مع الجزر and pepper والفلفل are delicious، لذيذ. هيسألني في معناها أو عكسها طول ما هو حد تحتي خط. أسئلة القطع، في أسئلة اختياري وأسئلة أجب. نبدأ بالاختياري. A lot of cakes and biscuits، الكثير من الكيكس والبسكويتس. أعتقد إيه؟ هل هو R good جيد لنا، ولا bad سيء لنا، ولا sad سيء، ولا sad حزين، ولا harmless بلا ضرر؟ أكيد bad، إن إحنا ناكل كيكة كتير وناكل بسكوت كتير هو سيء لنا. سيء إيه لنا؟ ما ناكلش منهم كتير. كريسبس have a lot of fat and crisps، يعني المقرمشات فيها ايه يا ترى؟ المقرمشات fat and salt. the underlined word delicious means، عايز معنى delicious يبقى tasty، يعني طعمه حلو. answer اجب. what does the underlined pronoun eat refer to؟ هنا eat عايدة على ايه؟ على fruit الفاكهة. what does this passage talk about؟ بتتكلم عن ايه القطعة؟ snacks، الوجبات الخفيفة. crisps are a dangerous snack، do you agree or not؟ المقرمشات وجبة خطيرة، انت بتوافق ولا بترفض؟ هقول له yes I agree، انا حر، انا بتفق ان هي وجبة خطيرة، عشان لو كلنا منها كتير بيبقى الموضوع صعب جدا. ده بالنسبة للقطعة. page 27 صفحة 27 اسئلة الاختياري. why not there a hospital near our village؟ طبعا هنا hospital مستشفى ده اسم مفرد، يبقى why isn't there، لماذا لا يوجد مستشفى بالقرب من village
aren't ما تنفعش و haven't و have طبعا ما تنفعش. There not more women الكثير من النساء than men in the office يبقى there are جمع جمع يوجد الكثير من النساء أكثر من الرجال في المكتب. We don't have دي جملة منفية يبقى any money معناش أي فلوس. Not oil is very healthy for all people يبقى أوليف أويل زيت الزيتون مفيد جدا أو صحي جدا للناس. Not and cheese are my favorite foods أطعمتي المفضلة يبقى صاد السلطة والجبنة أطعمتي المفضلة. What's the not like today it's hot إيه وصف حال الطقس النهاردة يبقى What's the weather like today. Children enjoy building نقط on the beach الأطفال بيحبوا أو بيتمتعوا ببناء إيه على الشاطئ. Sand castles قلاع من الرمال بيتمتعوا ببناء قلاع من الرمال على الشاطئ. Mountains جبال لأ. Caves كوف لأ. Tents خيام لأ. When the battery of the mobile is low لما بطارية الموبايل تبقى منخفضة I can use the charger ممكن أستخدم الشاحن. You can use the نقط to click on different icons on the computer ممكن تستخدم ايه عشان تضغط على ايقونات مختلفة على الكمبيوتر يبقى ماوس الفارة. My school is not from my house it's not near مش قريبة يبقى my school is far from بعيدة. السؤال الخامس اقرأ وصح الكلمات. My sister has a baby girl yesterday yesterday ده ماضي بسيط يبقى had اجيب الماضي على طول. Can I have any water please لا some هنا في الطلب والعرض. Did you saw did والفاعل والمصدر. Did you see I drink tea at the moment لا at the moment ده مضارع مستمر يبقى am drinking I am drinking am والاي ان جي. البايوجراف كتاب او مقال نقدي عن كتاب قريته زي ما قلنا البايوجرافات. ان شاء الله نخلص الحل ونعمل فيديو للبايوجراف ونحل مع بعض اليوم الرابع وتدريبات عامة مجمعة من كتاب الطالب وكتاب التدريبات بيج 28 صفحة 28 يونت 1 الوحدة الأولى أسئلة الكلمات. Your sister أختك is your parents أكيد daughter بنت والديك بنت أبوك وبنت أمك. A group of people مجموعة من الناس who play music بيعزف الموسيقى together معا is called a band يسمى فرقة موسيقية. حازم and حاتم are not they are brothers and age 12 هم اخوات وعمرهم الاثنين 12 سنة يبقى twins يعني twins توأم. Not are animals that are like sheep حيوانات زي الخرفان يبقى goats الماعز. Not is a difficult sport لعبة صعبة أكيد gymnastics لعبة أكيد صعبة. الوحدة الثانية We know it is time for the next lesson بنعرف ان ده وقت الدرس التالي. When we hear the نقط لما نسمع ايه بل يعني جرس. At break في الفسحة I play games بلعب ألعاب with my friends مع أصدقاء فين يا ترى in the playground في الملعب. The children in the USA الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية نقط to school on a snowmobile يبقى travel بيروحوا للمدرسة أو بيسافروا للمدرسة عشان بعيدة شوية on a snowmobile على عربة الثلج ودي وسيلة للوصول للأماكن في المناطق الثلجية. Some children in Egypt نقط to school bikes are fantastic يبقى cycle بعض الأطفال في مصر بيركبوا دراجات فالدراجات سايكل يعني يركب دراجة. Cars, buses, boats السيارات الأوتوبيسات والقوارب and trains والقطارات are means of transport هي وسيلة من وسائل النقل. Page 29 وأسئلة الكلمات على الوحدة الثالثة. A baby bird is very not it cannot fly for many days يبقى weak الطائر الرضيع ضعيف جدا مش قادر يطير لأيام عديدة. My aunt is very not. She always gives me big presents. بتديني هدايا كبيرة يبقى kind طيبة. An odd person makes good decisions. الشخص اللي بيتخذ قرارات جيدة يبقى sensible. حكيم أو عاقل. Sensitive حساس لأ. Lazy كسول لأ. Busy مشغول لأ. A blog يعني المدونة is a not on which someone writes regularly. يبقى is a website هي موقع. الشخص بيكتبه فيه بانتظام الشخص بيكتب فيه بانتظام. باسل has got a knot because he cannot walk مش قادر يمشي يبقى wheelchair عنده كرسي بعجل.
أسئلة يونيت 4 الكلمات they're taking نقط I am sending you one of their photos now يبقى سيلفيز هما بيلتقطوا صور سيلفي أنا هبعت لك واحدة إيه دلوقتي سوا is not making a video call سوا مش بتعمل مكالمة فيديو but she is talking to her friend ولكنها تتحدث مع صديقتها Mr. Osman is not his phone with a phone charger يبقى charging هو بيشحن تليفونه بشاحن تليفون computers and mobiles الكمبيوترات والموبايلات are examples of technology أمثلة للتكنولوجيا it's important to هتبقى to stay safe online مهم أن تبقى بأمان على الإنترنت أسئلة الكلمات على الواحد الخمسة النقط is a big strong building مبنى قوي كبير from the past من الماضي تبقى كاسل قلعة والتي صامتة لا تنطق a dolphin الدارفيل is a friendly sea animal حيوان بحري ودود a note is something you buy to remember a holiday حاجة تشتريها عشان تتذكر أجازة يبقى souvenir هدية تذكارية souvenir two note is to sleep for a time in a tent تنام الوقت في خيمة يبقى camp تعسكر there was a beautiful note of the city from the top يبقى view في منظر جميل للمدينة من أعلى page 30 صفحة 30 وأسئلة الكلمات على الوحدة الستة You can boil water in a ممكن تغلي المية فين؟ saucepan طاسة teaspoon معلقة شاي glass كوب زجاجي كف فنجان يبقى saucepan الطاسة نقط is not a cooking verb هو ليس فعل من أفعال الطبخ أكيد بلاي يلعب مش فعل من أفعال الطبخ boil يعني يغلي stir يقلب add يضيف دي أفعال cooking The note which I always remember is fish and rice. يبقى الوجبة اللي دايما بتذكرها ايه؟ ميل يعني وجبة. رز وسمك. ميل طبعا ذكر لا. You shouldn't eat those crisps. ما تاكلش الكريسبس because they are unhealthy. غير صحية. فوزي thinks that the note of rice pudding is easy. يبقى the recipe بيعتقد ان وصفة رز بلبن سهلة. وناخد بعد كده اسئلة الجرامر. كل واحدة نبدأ بيونت 1 جوز اختار their hair bags يعني دي شنطها يبقى their hairs ملكها hairs ملكها our parents are proud of يجرى ضمير مفعول والدينا أو والدينا إحنا يبقى proud of us فخورين بينا إحنا through the ball to me بيجرى ضمير مفعول وهنا برضو بيجرى ضمير مفعول علم الكرة ليا Please, I am waiting. أنا منتظر. Grandfather, جدي arrives at 5 o'clock. هيصل الساعة 5. Let's go to meet him. يلا نقابله عشان جدي يبقى هو. Clap for the football players. سقف للاعبي كرة القدم. نقط played very well. يبقى زي هما. عايز ضمير فعل. هما لعبوا كويس. Heidi نقط with her grandfather. Heidi تعيش. يبقى leaves. مضارع بسيط. مع Heidi الفعل زيادة مضاف له اس هاني نقط باسكت بول هي بلايز ايت افري داي بيلعب الباسكت بول كل يوم تبقى لفظ مضارع بسيط وات نقط يو لسن يبقى وات دو يو لسن تو تسمع ايه في الراديو قال له للموسيقى ار ما تنفعش ما يجيش بعد الفعل مصدر داز ما ينفعش غير معاه يو شويت وير طبعا ما ينفعش زي ليفن بورسعيد هما بيعيشوا بورسعيد يبقى وي فيزيت احنا بنزورهم We visit them in the summer. بنزورهم في الصيف. Heidi's aunt. عمة هايدي أو خالتها. نقط want Heidi to stay in the mountains. يبقى doesn't. عشان دي بتساوي شيء. وضمائر المفرد الغائب اللي هي هي أو شيء أو it الفعل زيادة. ولما كان فيه بحط doesn't والمصدر. Doesn't والمصدر. Page 31. صفحة 31. وأسئلة الاختيارات على الوحدة الثانية. الجرامر. We not go to school on Fridays. يبقى we never. إحنا ما بنروحش المدرسة أيام الجمعة. It is not very hot in summer. يبقى it is usually. عادة الجو بيبقى إيه حار جدا في الصيف. What are you very good at? أنت جيد في إيه؟ أميرة نقط her homework after dinner. After dinner يعني بعد العشاء. الواجب يكون ولا يفعل؟ لا بيتعمل طبعا. يبقى is غلط و is غلط. يبقى does never ولا never does هتبقى ايه never does بيأتي قبل does ظرف التكرار بيأتي ايه قبل does ظرف التكرار بيجي ايه بيجي
بعد الفعل المساعد وقبل باقي الأفعال، وقبل باقي الأفعال. يعني أول ما أسأل ميلا never does. After dinner بعد العشاء I usually not a shower and read a book in bed. I usually have a shower باخد إيه؟ دش. She not breakfast with her family. هي بتفطر مع عيلتها. طبعا هي بتفطر مع عيلتها، نشوف كده usually has ولا has usually ولا has often ولا often have. have دي غلط ما تنفعش. ليه have ما تنفعش؟ عشان she be مع has. يبقى usually has ولا has usually ولا has often. usually has عشان ظرف التكرار بيجي قبل verb to have لكن بيجي بعد verb to be. يبقى verb to be اللي هو am او is or يجي ظرف التكرار بعده لكن يجي قبل الفعل الاصلي وقبل verb to have وقبل verb to do. This is the not room. يبقى the teacher's room حجرة المدرسين. كان أصلها teachers كده وهتلاقي apostrophe بس عشان آخرها اس. حجرة المدرسين. It is Hoda's notebook. كراسة هدى. هدى اسم مفرد فحطيت apostrophe اس ثم notebook. نقط بنسل كيس از ذس اتس نوهاس. يبقى هوز ملك من المقلمه؟ ملك نوها. وي نوت سي ان كايند ثينجز تو اذر ستودنتس. وي نيفر احنا عمرنا ما بنقول حاجات سيئه للطلاب الاخرين. اسئله الجرامر على الوحده الثالثه. ماي بيست فريند نوت جود تبقى هاز جود. شورت دارك هير. هي ليفز ان انجلاند هو بيعيش في انجلترا. سو هي كان سبيك انجلش اكيد بيعيش في انجلترا بيقدر يتكلم انجليزي. كان هو المصدر. مصطفى loves جي يبقى doing art بيحب الرسم at school في المدرسة. does your father does والفعل والمصدر يبقى like. هل أبيك بيحب traveling to work السفر أو الذهاب إلى العمل. page 32 صفحة 32. I not pick up that books my arms are weak. يبقى I can't مش قادر أشيل الصندوق زراعي تؤلمني أو زراعي ضعيفة. He is very good at هو جيد في drawing الرسم. good at بيجراها ing. باسل cannot run باسل مش بيقدر أو لا يستطيع أن يجري. not he is fast in his wheelchair ولكن تعبر عن التناقض. هو سريع في في الويلتشير في الكرسي بعجل. هو مش قادر يجري ورغم من كده أو ولكن هو سريع في إيه في الويلتشير. I am quite short. Not dark hair with. أنا إلى حد ما قصير بشعر إيه؟ أسود. كان ممكن يجي معها فور لو مثلا إيه؟ محمد صلاح is quite short for a footballer. هو قصير ككونه لاعب لكرة القدم. لكن هنا مثلا dark hair نقول with. أسامة likes playing football, basketball and tennis. تعبر عن إيه؟ الإضافة. بيحب الفوتبول والباسكتبول والتنس. فوزي and حمدي جمع يبقى love عشان دي بتساوي زي ومع زي الفعل سادة يعني بدون إضافات في المضارع البسيط. أسئلة يونت 4. There's a mouse نقط the laptop on the teacher's desk. يبقى next كان لازم يبقى to. in front كان لازم يبقى of. across from هنا مفيش to وهنا مفيش of وهنا مفيش ايه from. يبقى near بالقرب من اللابتوب على مكتب المدرس. نقط زي ماوس yes there is. يبقى is زي ماوس. are you wearing brown shoes yes I am. are you بمعنى هل أنت والإجابة yes I am. to make a cup of tea عشان تعمل فنجان شاي يبقى put صموت حط مية in a kettle في الغلاية. نقط talk to people you don't know online يبقى don't والمصدر. لا تتحدث مع أشخاص ما تعرفهمش على الإنترنت. To make a video call عشان تعمل مكالمة فيديو برضو عايز فعل بدون إضافات. turn your tablet on شغل التابلت. فعل الأمر يأتي بدون إضافات. is he مضارع مستمر تبقى playing عشان is و am و are ثم الفعل ثم ing. my friend عمر not his homework now يبقى is printing. now ده مضارع مستمر يبقى verb to be والing. there are some laptops يوجد بعض اللابتوبس. But there aren't any tablets. بس ما فيش أي من التابلت. any مع النفي. any مع النفي. I am playing chess online. أنا بلعب شطرنج على النت. I know at the moment I am winning. في هذه اللحظة يبقى verb to be وال ing. أنا بفوز في هذه اللحظة. صفحة 33. صفحة 33 وأسئلة جرامر على يونت 5. last week الأسبوع اللي فات
ماضي يبقى I traveled سافرت from Cairo to Aswan. When I was 8 وأنا عندي 8 سنوات ده ماضي يبقى we went to سيوة ذهبنا إلى سيوة. Near our house بالقرب من منزلنا there was a busy market كان في ماركت مزدحم. Where not you go on holiday last year يبقى where did you go ده ماضي بسيط. The train نقط كايرو at 8 o'clock and soon we passed جيزة يبقى ده ماضي. يبقى احنا غادرنا القاهرة الساعة 8 وقريبا passed ايه جيزة مرينا على الجيزة. Did هو الفاعل والمصدر يبقى did you climb a mountain هل تتسلق جبل. What time you go to sleep last night يبقى did هو الفاعل والمصدر في الماضي البسيط عشان last. I not English and had يبقى I learned انا اتعلمت انجليزي وقضيت أجازة رائعة في نفس الوقت. My father bought our tickets. أبي اشترى لنا تذاكرنا at Ramses Station في محطة رمسيس. Then we got. Then we got. عشان هنا bought تبقى got. Which lesson and درس did you have did هو الفعل والمصدر before English. الوحدة السادسة. Let's go to the shops. هيا نذهب إلى إيه؟ To the shops. Let's walk. There is نقط تايم يبقى there is enough time يوجد وقت كافي before our train leaves قبل ما القطار يغادر. دي أسئلة الوحدة الستة. There not figs in the cupboard طبعا there are some أو aren't any أي any في النفي والسؤال وده نفي ما ينفعش aren't some هنا some دي ما ينفعش في النفي وإني ما تنفعش في النفي يبقى aren't any وإيس طبعا ما تنفعش. We not eat too many crisps. They have too much salt and fat. يبقى we shouldn't. لا ينبغي أن نأكل الكثير من المقرمشات فيها ملح وفات. كريم often. كريم يعني he. مع he بحط has. Not there in hummus. No there isn't. يبقى is there. Is there الإجابة no there isn't. Page 34. صفحة 34. There are not of rice pudding recipes online. يبقى a lot of. يوجد الكثير من وصفات الأرز بلبن على الإنترنت. The saucepan is very hot. الطاسة سخنة جدا. You shouldn't touch it. Shouldn't بيجروها المصدر. There is not cheese on the table. On the table. يبقى there is يوجد. Some cheese. بعض الجبنة على الترابيزة. Have we got. نقط رايس تو ميك كشري هل عندنا رز كفاية عشان نعمل كشري يبقى enough بمعنى كاف. We not eat lots of fish it doesn't have a lot of fat in it يبقى we should ينبغي أن نأكل الكثير من السمك هي ما فيهاش الكثير من الدهون فيها يعني بينصحنا ناكل السمك طبعا مفيد. ثم أسئلة الوحدات على إيه على الجرامر. الوحدة الأولى Does you play chess? Yes I do يبقى do على طول ما دام الإجابة فيها do. I don't listen to music I doesn't listen to music I play football هتبقى I don't مع I will say النفي في المضارع don't. What is her hobbies? لا What are her hobbies? ما هوايتها؟ are للجامعة. سليم Don't play tennis after school تبقى doesn't. الوحدة الثانية This is Ali's phone. It's new. يبقى Ali's في اسم الملكية. تليفون علي. We always walk to school. My dad and mom drive us to school. يبقى we never. احنا ما بنمشيش للمدرسة ابدا. ابويا وامي هو اللي بيوصلنا. ما ينفعش always. Dina goes swimming on Thursdays and Saturdays. يبقى goes المضارع البسيط مع he وشو it. او اسم مفرد بحط له اس او اس او اي اس على حسب الفعل. Those are my brother's jackets. They go to the same school. بتكلم على زي. يبقى دي جواكت اخواتي. هما بيروحوا لنفس المدرسة. تبقى في brothers. كان اصلها كده. وحط ابوستروفي اس. دي جواكت اخواتي بيروحوا لنفس المدرسة. كان اسم جمع اخره اس. بيج 35 صفحة 35 واسئلة على يونيت 3. ماجدة don't like swimming. لا طبعا doesn't. مضارع بسيط. I can pick up that box. My arms are weak. I can't. لا أستطيع أن أحمل هذا الصندوق. ذراعي ضعيفة. مصطفى loves playing football. But he doesn't like playing. عشان like هنا بيجراها ING.
All my brothers and sisters have get لا have got have أو has got dark curly hair. Unit 4 Is there any printers? Printers جمع تبقى are. Grandma is read a book reading مضارع مستمر. Am with the are وال ing. Mom and my sister make a cake now ده مضارع مستمر. هتبقى are making عشان جمع. Are ثم الفعل في ing. There isn't any tablets هتبقى there aren't. الواحد الخامسة Where did you stay؟ لا Where did you stay؟ دي دول الفعل والمصدر. و played games احنا لعبنا games and علي rode his bike. ما دام هنا الماضي يبقى لازم اجيب الماضي. What did you eat؟ مش ايه دي دول الفعل والمصدر. They don't travel by car they walked. هنا ما دام ماضي يبقى they didn't. هما ما سافروش بالعربية هما مشوا او ما راحوش بالعربية مشوا. الواحدة الستة This cake is very sweet. There is too many sugar. لا much. السكر لا يعد يبقى much. Are there some tomatoes? السؤال تبقى any وليس some. Honey should eat snacks in the classroom. لا shouldn't. لا ينبغي أن يأكل الوجبات الخفيفة في الفصل. ما يأكلش في الفصل. There are too much people. لا too many. عشان many للعدد وmuch للكمية. Page 36 صفحة 36 وحل امتحان الورك بوك امتحان end of term practice اختبار نهاية الفصل الدراسي من كتاب التدريبات مهم جدا. السؤال الأول نص استماع هنسمعه ونحل زي ما تعودنا نسمع ونحل. شروق is 12 she is in preparatory 1 she goes to school alone شروق's parents work in the same place They are doctors at a hospital. يبقى they are doctors at a hospitals. يبقى احنا حليناها ازاي؟ مش لازم يكون نص الاستماع اجابة النقاط بالترتيب. هنا قال لي اول حاجة شروق في اولى اعدادي. كده قال لي بتروح المدرسة الون لوحدها. كده قال لي والديها بيشتغلوا في نفس المكان. كده قال لي والديها بيشتغلوا فين؟ في مستشفى او اطباء في مستشفى. لو الموضوع صعب اقرا الاول الاسئلة. بالاختيارات فلما يجي المستر يقول لي نص الاستماع اكون عارف الفكره. السؤال الثاني محادثه نسمة اند ريم جو تو ذا سكول لايبراري نسمة وريم بيذهبوا الى مكتبه المدرسه. ريم بتقول ايه؟ جود مورنينج صباح الخير نسمة. وين ويل وي ستارت دوينج اور ريسيرش امتى؟ سوف نبدا بحثنا. لا ديورينج ذا بريك اثناء الفسحه. جريت عظيم سؤال اجابته ان ذا سكول لايبراري يبقى وير اين Where will we start? أين سوف نبدأ؟ قالت لها في مكتبة المدرسة. سؤال إجابته Of course I am ready. بالطبع أنا مستعدة. يبقى Are you ready? هل أنت مستعدة؟ Is it easy to find the books we need? هل من السهل نجد الكتب اللي احنا بنحتاجها؟ Yes it is. نعم. Who will help us there? مين اللي هيساعدنا هناك؟ The librarian أمين المكتبة أو أمينة المكتبة. فهتقول مثلا إيه؟ واو أو amazing في علامة تعجب. حد هيساعدنا فهي فرحانة طبعا. Page 37 صفحة 37 قطع على أسئلة نقرا القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. My name is Mona اسم منى. I want to be a doctor أريد أن أكون طبيبة. Here in Cairo هنا في القاهرة. So I always work hard at school لذلك دائما أعمل بجدية في المدرسة. My favorite subjects موادي المفضلة are science علوم and computer studies وحاسب آلي. I also want to speak good English أريد أيضا أن أتحدث لغة إنجليزية جيدة. To other children للأطفال الآخرين in different places في أماكن مختلفة. My teacher is very good مدرسي جيد جدا. But I also like to use technology. بس أنا برضو بحب أستخدم التكنولوجيا. I use a tablet. بستخدم التابلت. To practice my English. عشان أمارس اللغة الإنجليزية. Sometimes أحيانا I use my phone. بستخدم تليفوني. To أيضا. Last year السنة اللي فاتت I learned English. تعلمت اللغة الإنجليزية. In London في مدينة لندن. With my family مع عائلتي. It was fantastic. كانت رائعة. I cycled to summer school every day. ركبت دراجة إلى المدرسة الصيفية كل يوم.
and I met students وقابلت طلاب from different countries من دول مختلفة. I now have a friend الآن عندي صديق from Uganda من أوغندا. My favorite place was a river مكاني المفضل نهر. In Cambridge في كامبريدج. It was very beautiful جميل جدا. But I didn't swim in it بس أنا ما بعومش فيه. يبقى إيدي عايدة على إيه؟ على النهر اللي موجود في كامبريدج. أسئلة القطع The underline word it it عايدة على إيه؟ A river النهر. Where is Mona now؟ أين منى الآن؟ في أول سطر قالت اسمي منى أنا عايزة طبيبة أكون طبيبة هنا في القاهرة يبقى هي في القاهرة في مصر. طب ليه مش إنجلاند؟ دي السنة اللي فاتت راحت إنجلترا. طب ليه مش إن أوغندا؟ عشان عندها صديق أو صديقة من أوغندا. لأ يبقى هي دلوقتي فين؟ في مصر. What does Mona use to practice her English؟ منى بتستخدم إيه عشان تمارس اللغة الإنجليزية؟ هل her tablet ولا her phone ولا her laptop ولا A and B؟ يعني التابلت والتليفون. طبعا هو ذكر التابلت والفون. منى is talking about her. منى بتتكلم عن ايه؟ عن pets and hobbies حيواناتها الأليفة وهواياتها. لأ life and friends الحياة والأصدقاء. ولا boss at work رئيسها في العمل. لأ travel to Uganda سفريات لأوغندا. يبقى life and friends عن حياتها عايزة تبقى ايه؟ بتحب ايه في المدرسة؟ سافرت عملت ايه؟ النوع التاني من الأسئلة على القطع أجب What are Mona's favorite subjects؟ إيه مواد منى المفضلة؟ Science and Computer Studies طبقا للقطعة. السؤال اللي مش متأكد منه ارجع للقطعة. أنت مش مطالب تحفظ القطعة، أنت بتفهمها وتحل، ولو في سؤال مش واضح بترجع لها. Why does she want to speak English؟ ليه عايزة تتكلم إنجليزي؟ تبقى to لكي to must speak لكي تتحدث to other children للأطفال الآخرين in different places في أماكن مختلفة. Is Mona right to use technology؟ هل منى على حق تستخدم التكنولوجيا؟ واي لماذا؟ هقول yes because technology is very important لأن التكنولوجيا مهمة. ممكن أقول أي إجابة عن أهمية التكنولوجيا. السؤال الرابع اختياري There are two not people on this beach let's go to a different one يبقى في many people في ناس كتير أوي في الشاطئ ده تعال نشوف شاطئ تاني. My uncle is very not he chooses things wisely يبقى sensible هو عاقل او حكيم بيختار الاشياء بحكمه. Page 38 صفحه 38 I love sports is my favorite school subject انا بحب الالعاب الرياضيه يبقى PE التربيه البدنيه هي مادتي الدراسيه المفضله. The Egyptian football team arrived وصل in Uganda طب ليه مش ات؟ ات مكان صغير لكن ان مكان كبير وغاندا دي دولة تبقى ان. On a not weekend عمر reads books at the club library on a typical weekend في عطلة نهاية الأسبوع النمطية typical weekend عمر بيقرأ الكتاب في مكتبة ايه النادي. أحمد likes history يحب أحمد history التاريخ because he loves being learning يحب التعلم about the past. My father and mother أبويا وأمي are parents والدي. The tourists السياح are not a selfie يبقى taking a selfie بيلتقطوا صورة سيلفي next to the river Nile جنب نهر النيل. Tom is writing about his weekend توم بيكتب عن أجازته in his online diary في مذكراته اليومية أو مفكرته اليومية. Why don't we swimming يبقى go swimming go بيجي معاه الأفعال اللي فيها ING أو الألعاب اللي فيها ING لما لا نذهب للسباحة الأسبوع اللي جاي. السؤال الخامس صح What do you have for breakfast yesterday طبعا yesterday ده ماضي يبقى what did. There are too much salt there is الملح لا يعد تبقى is. عمرو shouldn't drink too many fruit juice too much لا ينبغي أن يشرب العصير لا يعد تبقى much. Gymnastics are لا is يا مستر اخرها
اسم مش شرط، ما دي جيمناستكس تعتبر مفرد، يبقى إيز. فيزيكس الفيزياء تعتبر مفرد اخرها اس. إيز ماسز الرياضيات تعتبر مفرد إيز، يبقى مش شرط يكون اخرها اس تبقى جمع، ممكن تبقى اسم لعبة، اسم مادة من المواد. البايوجراف هنا بيقول لي اكتب بايوجراف على a typical day in your life، يوم نمطي في حياتك. زي ما قلنا هنخلص ان شاء الله الحل وننزل فيديو البايوجراف، وبكده يبقى خلصنا اليوم الرابع من ايام المراجعة، ونبدأ مع بعض اليوم الخامس والسادس والسابع، هي الامتحانات. بيج 39 صفحة 39. محافظة القاهرة، إدارة رود الفرج. الفرج يعني هو جايب لي محافظات، كل محافظة فيها مجموعة إدارات، بناخد إدارة من كل محافظة أو إدارتين. طبعا عشان امتحانات سنة أولى إعدادي هي مش امتحانات موحدة على مستوى المحافظة، كل إدارة ليها امتحان، فإحنا بنتدرب، وكل ما تتدرب أكتر كل ما يكون أفضل. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، وعشان نستمر إن شاء الله. السؤال الأول: listen and choose the correct answer from A, B, C, or D. استمع واختار الإجابة من الأربع اختيارات. Egypt and Morocco يعني مصر والمغرب. طبعا ممكن في اتجاه من اتجاهين، نرى الأول الجمل أرين، هل هما في إيجا، في آسيا، في أوروبا، أوروبا، في أمريكا ولا أفريقيا؟ أعتقد أو إحنا متأكدين إن هما في أفريقيا. Arabic is there إيه؟ أكيد language لغة. All Arab countries speak، كل الدول العربية تتحدث اللغة العربية. قطر lies in، قطر بتقع فين؟ أنا عارف إن هي في إيجا، في آسيا. مثلا أنا بقرأ الأسئلة وبتوقع الإجابة لو ينفع، لو ما ينفعش خلاص، وبعد كده أسمع نص الاستماع، وأنا بسمع هكون عارف الدنيا والدنيا واضحة. طب تعالى نسمع كده ونشوف. Egypt and Morocco are countries in Africa. Arabic is their language. All Arab countries speak Arabic. Qatar is an Arab country that lies in Asia. هنا عشان الموضوع معروف ومعلومات عامة فقدرت أحلها حتى من غير نص الاستماع، لكن في النهاية ممكن تقرأ الأول الأسئلة بالاختيارات لما يجي المستر يقول نص الاستماع، يبقى الموضوع عندك أكثر وضوحا. السؤال الثاني: complete the following dialogue، اكمل المحادثة. سامي وعادل، سامي بيقول هلو عادل، أهلا يا عادل. قال له هلو سامي، أهلا يا سامي. قال له did you watch the final match between France and Argentina؟ يعني هل شاهدت المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتينا؟ Yes I did. ليه ياس يا مستر؟ عشان بعدها قال له شاهدتها فين؟ في البيت. يبقى وير هنا عشان ايدي، يبقى وير ديد الفعل المساعد ديد. وير ديد يو واتش ات؟ اين شاهدتها؟ في البيت. واتس يور اوبينيون اوف ذات فاينل؟ ايه رايك في هذا النهائي؟ اقول اي ثينك مثلا، او ان ماي اوبينيون ات از اميزنج، هو كان مدهش. سؤال اجابته ميسي which team do you support؟ يبقى what's your favorite player؟ ايه لاعبك المفضل؟ قال له ميسي. قال له انه فريق بتشجعه؟ هقول ارجنتينا مثلا. السؤال الثالث قطع عليها اسئله. نادين is 13 years old، نادين عندها 13 سنه. She lives with her family، بتعيش مع عائلتها. She goes to Lycée Français private school، بتروح لمدرسة الليسي الفرنسية الخاصة. Her father is a doctor، أبوها طبيب. He helps sick people، بيساعد المرضى. Her mother Nadia is a teacher، أمها نادية مدرسة. She is a teacher of English، مدرسة لغة إنجليزية. So لذلك، ونكمل القطع صفحة 40، صفحة 40. So نادين is good at English، نادين جيدة في اللغة الإنجليزية عشان أمها مدرسة إنجليزي. نادين has only one sister، عندها أخت واحدة. They are twins، هما توأم، يعني أختها نفس عمرها. They like the same، شكلهم نفس بعض. Both of them، كلاهما، them دي عايدة على نادين واختها. Have got big blue eyes، عيون زرقاء كبيرة. And blonde hair، وشعر أشقر. They have one brother، عندهم أخ. His name is منتصر، اسمه منتصر. He is 16 years old، عنده كم سنة؟ 16 سنة. أسئلة القطع: Nadine's father helps sick people، هو دكتور فبيساعد المرضى. Nadine's mother is a teacher of English، مدرسة إنجليزي. زي ما عايد عليه على نادين واختها. النوع التاني من الأسئلة على القطع أنسر أجب. What does the passage talk about؟ القطع بتتكلم عن إيه؟ عن نادين
and مثلا her family وعائلتها. What does her mother do? She is a teacher. هي مدرسة انجليزي. امها مدرسة ايه؟ انجليزي. Of English. What school is Nadine in? الليسيه. في مدرسة الليسيه. عايز تكمل برايفت سكول؟ اوكي. السؤال الرابع اختار. Yesterday نقط a typical day for me يبقى was كان يوم نمطي ليا. When we meet people لما بنقابل الناس from different countries من دول مختلفة. We know different cultures بنعرف ثقافات مختلفة. Pupils draw and paint الناس أو التلاميذ بيرسموا بيلونوا فين؟ في الأرت ليسون في حصة الرسم. نقط at the website and find some information look at انظر إلى الموقع وأجد بعض المعلومات. When I was young عندما كنت صغير I used to build sand castles اعتدت أن أبني قلاع من الرمال على الشاطئ. My mother's food طعام أمي has a good taste ليه مذاق جيد. When we hear the note we go to the school hall لما بنسمع الجرس بنروح إيه لفناء المدرسة. When we hear the bell we go to the school hall. Page 41 صفحة 41. There isn't not water in the fridge يبقى any في النفي والسؤال. Not the boys like playing chess. The boys جمع يبقى do the boys. Do الفاعل والمصدر. R ما تنفعش لازم هنا ing بعد الفاعل مباشرة وهنا مصدر يبقى do. I can't pick up that box. My arms are weak. مش قادر أشيل الصندوق دراعي ضعيف. These ده هنا صح. These are my sister's shoes في القصة الملكية حذاء أختي. منى وهند are twins. منى وهند توأم يبقى their sister أختهم اسمها فاطمة. There is too many sugar too much sugar السكر كمية تبقى much. It's not my smartphone يبقى mine is new ده مش تليفوني ملكي جديد. ماين هنا ليه؟ عشان ضمير ملكية مش بيجي ورا اسم. الباراجراف على your favorite hobby هوايتك المفضلة هكتب على my favorite hobby هوايتي. اتكلم عن القراءة عن كرة القدم وان شاء الله قريبا هنزل الباراجراف بس نحله ايه الامتحانات. النموذج الثاني محافظة الجيزة. السؤال الاول زي ما تعودنا listening استماع نسمع ونحل. last week we had a picnic at الازهر بارك. We ate delicious food. My friend Ali rode on a bike. We played football there. Page 42. المحادثة. آسر is in a restaurant. آسر في مطعم. Waiter الجرسون بيقول hello. What would you like to eat today? تحب تاكل ايه النهاردة؟ قال له hello جملة. قال له a small or a large pizza. يبقى هقول ايه؟ I'd like to eat pizza. عايز اكل بيتزا. قال له صغيرة ولا كبيرة؟ قال له جملة I am not very hungry. انا مش جعان. يبقى a small pizza او small. انا مش جعان. قال له سؤال اجابته I'd like to drink water. يبقى what would you like to drink? تحب تشرب ايه؟ أحب أشرب مية. Anything else؟ حاجة تانية؟ قال له no thanks. سؤال إجابته they are 50 pounds please. يبقى كم الثمن أو كم السعر أو كم الحساب؟ How much is it؟ كم ثمن مثلا الوجبة؟ 50 جنيه please. قال له here you are تفضل. السؤال التاني لت قطعة عن محمد صلاح. طبعا قرينا عن محمد صلاح كتير فهنحل الأسئلة على طول. القطع المتشابهة أو المتكررة هنحلوا أسئلتها على طول عشان وقتكم. محمد صلاح helps people by giving money عن طريق إعطاء مال to poor people. محمد صلاح إيه؟ footballer لاعب كرة قدم. the opposite of the word fast عكس كلمة fast. fast سريع عكسها slow بطيء. slow بطيء. Page 43 صفحة 43. Which sport does محمد صلاح play? He plays football. بيلعب يا ترى؟ كرة قدم. What does the underlined pronoun he refer to? هي عايدة على ايه؟ على محمد صلاح.
جيب لي في القطع ان هو طيب مثلا يا ابو محمد صلاح. What does he like doing when he is at home؟ بيحب يعمل ايه وهو في البيت؟ هيقول playing video games، يلعب العاب فيديو. and watching films، ويشاهد ايه؟ الافلام. السؤال الرابع اختياري. our parents يعني والدينا are proud of us، فخورين بينا عشان احنا بنشتغل بجدية. proud of بيجراها ضمير مفعول. Heidi is very sad to be away، زعلانة ان هي تبقى بعيدة من جدها. away on a typical weekend، اتكرر كتير جدا. an email is a simple message، اتكررت كتير. I love learning about how things work، انا احب اتعلم عن كيف الاشياء تعمل. يبقى science علوم طبعا. there not any tablets، يبقى there aren't، هنا عشان دي جامع يبقى when any تبقى aren't. not is a top room، الحجرة العلوية. بيت يبقى attic، الصندرة. yesterday امبارح، و didn't بيجواها المصدر تبقى study. a not person makes good decisions، يبقى sensible العاقل بيتخذ قرارات حكيمة. put the food، حط الطعام فين to be cool، يبقى fridge، حط الطعام في التلاجة. السؤال الخامس. I'd like watches، لا to watch. I would like to will master. we don't have، تبقى any على طول عشان ده نفي. doesn't eat، لا النفي. don't أمر منفي. has they، لا have they. have ايه they. page 44 صفحة 44 زيارة الأهرامات. زي ما قلنا إن شاء الله هننزل الباراجراف قريبا. الامتحان التالت. الكسندريه جوفرنوريت، محافظه الاسكندريه. العجمي دايركتوريت، يعني اداره العجمي. السؤال الاول listen and choose، نسمع ونختار. my friend عمر loves nature، he likes watching trees and birds. he likes being in the garden، he likes being in the garden. he likes looking at the stars. سهله جدا، التكرار بيخلي الموضوع أسهل. السؤال الثاني محادثة. تامر is asking باسم about his favorite hobbies، تامر بيسأل باسم عن هواياته إيه المفضلة. What's your favorite hobby؟ I play tennis، I like it very much. سؤال in the club، يبقى where do you play it؟ أين تلعبها؟ إن شاء الله هننزل شرح المحادثة. سؤال I go there by bus، يبقى how do you go there، كيف تذهب الى هناك. how do you go there، بتروح ازاي، بالاتوبيس. when do you play it، بتلعبها امتى. I play it every Friday، كل جمعة. who do you play it with، بتلعبها مع مين. page 45 وباقي الامتحان. اقول له I play it مثلا، بلعبها with my friends، مع أصدقائي. do you have any other hobbies، هل عندك هوايات تانية. yes I like reading too، بحب القراءة. هنا جيب لي قطع عن مصر، قطع سهلة وبسيطة، اقروها وهنحلوها على طول. the underline pronoun they، زي عايد عليه، قال لي هما بيشتروا هدايا تذكارية، يبقى tourists السياح. مصر بتقع فين، في أول سطر عندك في القطع. north east، شمال شرق أفريقيا. the opposite of the word safe، عكس كلمة safe. safe آمن، عكسها إيه dangerous، خطير. what is the main idea of the passage، إيه الفكرة الرئيسية لمصر، إيه الفكرة الرئيسية للقطع. Egypt، مصر طبعا. how is the weather in Egypt، كيف الطقس في مصر. هقول له it is fine. What do you think، ماذا تعتقد. we can do to our country، نعمل ايه عشان او نستطيع ان نفعل ايه لدولتنا. اقول we should keep it clean، نخليها نظيفة. او we should، طبعا keep it clean دي من وجهة النظر. طب من القطعة، قال لي we should، نكملها، ينبغي علينا work hard، ان نعمل بجدية. to help it، عشان نساعدها develop، تتطور. ودي في اخر سطر، عايز تكتب وجهة نظر من عندك ماشي، عايز تكتب بالنص اللي هي we should work hard to help it develop، تمام. السؤال الرابع
اختيار نقط on the icon on your mobile phone يبقى تاب. تاب بمعنى يلمس، يلمس شاشة الموبايل. طب ليه مش كليك؟ لا كليك يضغط على فارة أو على كيبورد. A knot is a hole in the mountain فتح في الجبل يبقى كيف يعني كهف. Your sister is your parents daughter بنت إيه والديك. We not to the beach in winter في الشتاء ما بنروحش للشاطئ يبقى we never go. ليه مستر؟ usually ما تنفعش. طب go never و never go هي تأتي أو يأتي ظرف التكرار قبل الفعل الأصلي يبقى never go never go. page 46 صفحة 46 can I have a knot of cake please يبقى بيس ممكن قطعة كيكة. we arrive at Luxor يبقى in Luxor arrive in مكان كبير. he is very busy يبقى he can't take many holidays هو مشغول مش قادر ياخد أجازات. what not do you like to study يبقى what subjects ايه المواد اللي بتحب تدرسها العلوم او الحساب. I usually do my homework بعمل واجبي بيجي معاها do. she now يبقى is sending مضارع مستمر. التصحيح are هالة making طبعا is عشان مفرد. what is your mother look like يبقى what does ليه does يا مستر عشان does والفاعل ثم المصدر. how you went لا تكوين السؤال how did you go how ايه did you go كيف روحت المدرسة امبارح. do علي like تبقى does علي like. البايوجراف عن your best friend سهل جدا وان شاء الله هنزله قريبا. الامتحان الرابع قليوبية جوفرنوريت محافظة القليوبية. بنا دايركتوريت إدارة بنا. السؤال الأول listen نسمع ونختار. my family lives in a village I have two brothers I have two brothers my mother is a teacher my mother is a teacher my father is a doctor who works in Cairo. السؤال الثاني محادثة. سمير is asking علي about his favorite hobbies. سمير بيسأل علي عن هواياته المفضلة. What's your favorite hobby? ايه هوايتك؟ قال له إجابة. قال له سؤال. قال له I play it in the club. بلعبها في النادي. قال له سؤال. قال له I go there by bus. بروح بالأتوبيس. ثم who do you play it with? بتلعبها مع مين؟ قال له إجابة. Do you have any other hobbies? هل عندك هوايات تانية؟ هنا محددليش أي هواية. يبقى What's your favorite hobby? ممكن أقول my favorite أي هواية. Hobby is playing football هوايتي المفضلة لعب كرة القدم. يبقى where do you play it أين تلعبها. في النادي. كيف تذهب how do you go there كيف تذهب إلى هناك بالأتوبيس. who do you play it with تلعبها مع مين ممكن أقول له with my friends. Do you have any other hobbies? أقول له yes I do أو no I don't ولو قال لك إيه هي الهوايات هقول له أيوة وتحدد الهوايات. السؤال التالت قطع عليها مجموعة من الأسئلة هنقرا القطع عشان ملهاش علاقة بموضوع معين. I am 12 years old عندي 12 سنة. This year هذه السنة I am in preparatory one في سنة أولى at school في المدرسة. I have a wonderful break time بقضي وقت فسحة رائع at school في المدرسة. It comes after the fourth listen بيأتي بعد الحصة الرابعة. It is usually between 11 and 11:30 in the morning من الساعة 11 ل 11:30 الصبح. Break time is quite important الفسحة مهمة because it makes us ready بتخلينا مستعدين for the coming lessons للحصة القادمة. We never stay in our classes عمرنا ما بنقعد في فصولنا during the break أثناء الفسحة. Some students بعض الطلاب play sports بيلعبوا ألعاب رياضية in the playground. Others آخرون عايد على الطلاب الآخرين. Open their lunch boxes بيفتحوا صناديق الغداء بتاعهم lunch box and start eating together بيبدأوا ياكلوا مع بعض. I really enjoy myself أنا حقا بتمتع بنفسي during the break أثناء الفسحة. After lunch بعد الغداء I go to the school library بروح لمكتبة المدرسة where there are lots of good books حيث الكثير من الكتب الجيدة to read or borrow لكي تقرأها أو تستعيرها. أسئلة الاختيار على القطع students not in classes during the break يبقى don't stay الطلاب ما بيقعدوش في الفصول أثناء الفسحة. the writer not the break
يبقى لايكس الكاتب بيحب الفسحة، بيحب ايه الفسحة. بيج 48 صفحة 48 تكملة أسئلة القطع. The underline word wonderful means، يعني wonderful يعني amazing، رائع أو مدهش. Do you like break time؟ هقول له yes، آه بحب البريك تايم. Why لي؟ Because I play in the playground، عشان بلعب في الملعب بدل قاعدة الفصل. What is the main idea of the text؟ ايه الفكرة الرئيسية للنص؟ هقول ايه؟ يوم الكاتب المدرسي، يبقى the writer's school day، يومه المدرسي. Others دي عايدة على ايه؟ على other students، الطلاب الآخرين اللي هما بياكلوا من اللانش بوكس. السؤال الرابع اختياري. Your brother is your parents' son، أخوك هو ابن أبوك. I enjoy playing what؟ أونلاين، يبقى تشيس، بتمتع بلعب الشطرنج على الإنترنت. حبيبة مرزوق wants to، عايزة إيه؟ تحقق أحلامها وتروح للأولمبيكس، يبقى تشيف. It's half past seven، يعني سبعة ونص، ما ينفعش سبعة إلا نص طبعًا. We went to the park and had نقط زير and had fun، وتمتعنا هناك. There are many interesting characters، في شخصيات مدهشة في القصة. Her hair isn't curly، شعرها مش مجعد، it's straight، مستقيم. I not black hair، يبقى I not black hair، I have good brown hair، يبقى I haven't good، أنا شعري مش أسود، شعري بني. نقط منى drive a car، يبقى كان منى drive a car ولا دو؟ طبعا كان، دو ما تنفعش، كان ممكن دس، دو ما تنفعش. كان والفعل ومصدر. They always go to work on time. السؤال الخامس صحح. My brother مفرد تبقى is. ماهر always is، يبقى is always. ظرف التكرار بعد الفعل المساعد. Page 49 صفحة 49. He buys some books last week. He bought. ليه bought يا مستر؟ عشان ماضي. This pen belongs to Sammy. It is his، ملكه، عايز ضمير ملكية. البايوجراف على افيمس سبورتس ستار، سهل جدا، نجم رياضي مشهور زي محمد صلاح كلنا عارفين. الامتحان الخامس محافظة الشرقية. قصة أليس نسمع. أليس ادفنتشرز ان وندرلاند از ا تشيلدرنز ستوري. أليس از بريف اند كليفر. شي ميتس انترستينج كاركترز. شي ميتس انترستينج كاركترز. ا كات هيلبس هير تو فايند ديفرنت بليسز. السؤال الثاني محادثة. عمر is asking كريم about his father. عمر بيسأل كريم عن أبوه. Can I ask you some questions كريم؟ Yes of course، ممكن أسألك؟ قال له نعم بالطبع، أو yes you can. سؤال إجابته my father is a teacher، يبقى what's your father's job؟ إيه وظيفة أبيك؟ What's your father's job؟ قال له هو مدرس، أو my father is a teacher. بيج 50 صفحة 50. سؤال إجابته هو works at a preparatory school، بيشتغل في مدرسة إعدادي، يبقى where does he work، أين يعمل؟ What does he teach، بيدرس إيه؟ قال له إجابة do you want to be a math teacher like your father، عايز تبقى مدرس حساب زي أبوك، يبقى he teaches math، ما كتبش أي مادة، هو محدد لي. هل عايز تبقى مدرس حساب زي أبوك؟ Yes I do. السؤال الثالث قطعة نقراها ونترجم ونحل الأسئلة. Every day، كل يوم، حسام gets up at 7 o'clock، حسام بيصحى الساعة 7. Then he washes، he has breakfast، بيغسل وشه، بيفطر. Then he gets dressed، بيلبس، and goes to school، وبيروح المدرسة. At 1 p.m. الساعة 1 he goes back home، بيرجع البيت. Has lunch، بيتغدى، and does his homework، بيعمل واجبه. At 5 o'clock الساعة 5 he plays tennis، بيلعب تنس. With his friend، مع صديقه. And after that، وبعد كده he، هنا عايد على حسام. Eats dinner، بيتعشى. With his family، مع عيلته. At home، في البيت. حسام watches television، يشاهد التلفاز. In the evening، في المساء. He drinks، بيشرب. A glass of milk، كوباية لبن. Before he goes to bed، قبل ما ينام. At 9:30. السؤال الأول حسام نقط gets up early، يبقى always، دايما بيصحى بدري الساعة 7. حسام sleeps after، بينام حسام بعد ايه يا ترى؟ بعد drinking a milk،
بيشرب كوباية لبن قبل إيه ما ينام. حسام هاز دينر ويز، حسام بيتعشى مع عيلته، يبقى ويز هيز فاميلي. النوع التاني من الأسئلة على القطع، أجيب وين داز حسام واتش تي في، أين متى حسام بيشاهد التلفاز. هنا بيقول لي متى حسام بيشاهد التلفاز، يبقى in the evening في المساء. What does the underline pronoun he refer to؟ هي نعيد على إيه؟ على حسام. Do you think حسام is a good boy؟ هل تعتقد حسام ولد جيد؟ هقول له yes. Why؟ لماذا؟ طبعا عشان هو مثلا عنده روتين يومي جيد، عشان هو بيصحى بدري، دي صح ودي صح ودي صح. هقول because. اللي يعجبك تكتبه. هو قال لي ان هو بيصحى الساعة 7، بيرجع الساعة 1، عنده روتين، بيتعشى مع عيلته، بيتفرج على التلفزيون. اقول because he gets up early، من وجهة نظري ان هو بيصحى بدري وبينام بدري. السؤال الرابع، choose your mom and dad's sister، اخت امك او اخت ابوك، يبقى انت عمتك او خالتك. بيج 51، صفحة 51. اد بريك في الفسحة، اي بلاي جيمز، بلعب العاب. with my friends، مع اصدقائي. فين؟ في البلاي جراوند. something scary makes you feel، اكيد frightened، شيء مخيف بيخليك خائف. there is an MP3 player، ما دام تو يبقى next تو. I swam in the sea، ده ماضي. and not a dolphin and so، عمت في البحر ورأيت دولفين. not our brothers or sisters of the same age، twins، التوأم، نفس السن. I'd like to take a selfie. tell me only about your family. has your brother، تبقى good. I rode on a camel، أنا ركبت على الجمل. that was fun، عشان ماضي. السؤال الخامس صح. Hoda is a gymnast، يبقى her family. صفات ملكية، عادل loves playing، loves بيجراها اي ان جي. does you do who shoes، whose shoes، من ليه. السؤال السادس، مادتك المفضلة، سهل جدا، نتكلم عن اي مادة بدرسها، كم مرة في الاسبوع، المدرس المفضل. خلصنا 5 امتحانات، خلصنا الكتاب من اوله لغاية صفحة 51. ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم هننزل فيديو جزء تاني للكتاب، عشان ما نطولش عليكم في الفيديو ده. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. هننزل الجزء التاني ثم شرح المحادثة، شرح الباراجراف، شرح مهارات حل الامتحان. ولو في حاجة مش واضحة او طالبينها اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.